أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن هذه العبارة وعن ترديدها، يقول: أحسن الله لكم ولنا الختام، هل قول الإنسان اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك؟ دعاء الذي متداول ويعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، لكن قلبوها في العصر الأخير صارت يهدى. وأما الدعاء بهذا الدعاء إنه جائز، لأنه لم يعين أحدا، وإنما يدعو للعموم أو على العموم من أهل المعاصي. نعم.